كيفكن؟ تمام؟ هيدا الفيديو بس لنقول لكل الرفاق، لكل الأصدقاء، لكل المواصرين، لكل الحزبية اللي موجودين بلبنان واللي حيكونوا ب 19 أذار، نحن معكم قلبا وقالبا، قلبا وقالبا ب 19 أذار، قلبا وقالبا، ومع صوتنا بالصندوق القرارات ب 15 أيار لليحة اللقاء الديمقراطي، لنبادر الوفا لصاحب الوفا. بالاخر بس بدي اعتذر من كل الاصحاب، عندنا كثير اصحاب موجودين برات لبنان كمان ما توصلنا معهم كمان هذا الفيديو، هذا الفيديو طلع هيك اجتهاد شخصي بين هالمجموعه الشباب اللي عم تشوفوها، فحقكم علينا، بس بتخيلوا نحن بنحكي باسم الكل مثل ما انتم بتحكوا باسمنا. سلام. طلع على الارزي بتشوف خريطه لبناني، طلع بارزات تشوف هويه اشتراكيه. كمال بيك لا يرسى بل يبتدى، كونوا القدوة في 19 آذار، ونحن في الاضطراب سنكون قدوة ودعما لكم في انتخابات 15 أيار. صوتوا للوائح اللقاء الديمقراطي. عصام غنام، الرياض السعودية. رح نرفع بالعالي الصوت اشتراكي للموت. معكم فادي بوشخرة من الكويت اللي وقف جنب لبنان بكل الأزمات. ألف تحية للرفاق اللي حيشاركوا 19 أذار يوم الوفا بالمختارة، ونحن معكم قلبا وقالبا كمان ب 15 أيار يوم النصر، إن الله راد، والنصر للحزب. تحياتنا. رح نرفع بالعالي الصوت اشتراكي للموت. 19 أذار هو يوم الوفا لدماء المعلم الشهيد كمال جملاط، ويوم الوفا لرجل الوفا لوليد جملاط. كون كتار بهالنهار، رح نكون معكم قلبيا من الاغتراب، ورح نشارك معكم ب 15 أيار لنجدد العهد والوعد لوليد جملاط بانتخاب لائحة اللقاء الديمقراطي. زاهي علامي سيد برعا صخر الياقوت مع والريش وحرية. ندعو الرفاق والرفيقات للمشاركة في يوم الوفاء للمعلم الشهيد كمال جملاط 19 من أذار، والمشاركة أيضا في الانتخابات النيابية 15 من أيار لنجدد العهد والوفاء للرئيس وليد جملاط. رياض منيف، ملبون، أستراليا. راحب رفاق، حبينا نشارككم بهالكلمة من كندا، من كل مقاطعات هون باسمي وباسم الرفاق وكل المناصرين، نحييكم ونشد على إيدكم. رفاق 16 أذار كلنا بنعرف مناسبة كتير كتير غالية على قلوبنا جميعا، ولكن اليوم حضوركم بالمختار نهار السبت 16 أذار أهم من أي وقت مضى، لحتى كلنا نأكد دعمنا للائحة الجبل، لائحة التنوع والحفاظ على ما تبقى من هالوطن. رفاقي صحيح نحن بعاد بالمسافة عنكم، ولكن قلبيا نحن معكم، ووجودكم الكثيف بالمختارة بهذا النهار العظيم بيمثلنا وبيمثل كل الشرفاء وكل الاغتراب. بإذن الله النصر للحزب، والله يقوي. جانب أرض الغضب يتفجر وجه الأخضر. رفاق يعطيكم العافية، معكم الأدمن تاول بي اس بي نايت. خلونا نكون كتار ب 19 أذار ذكرى استشهاد المعلم، لنأكد للجميع انه نحن على هذا الدرب ما منحيد، ونأكد انه نحن باقيين مع هيدا الدار، دار العزة والكرامة، ومنرجع منأكد الوعد ب 15 أيار بصناديق الاقتراع بالتصويت للرفيق تيمور ولائحة اللقاء الديمقراطي، لأنه التحدي قوي والتحدي كبير، ونحن قد هيدا التحدي. خلينا نفرجي العالم انه نحن اللي بدنا لبنان، لبنان كمال جملاط، لبنان العيش المشترك، لبنان اللا طائفي، والنصر دائما وابدا للحزب التقدم الاشتراكي. ويعطيكم الف عافيه. افنا بالايام الصعبه حدينا ببرودي وجعبي. 19 اذار هو يوم الوفا لدماء المعلم الشهيد كمال جملاط، ويوم الوفا لرجل الوفا وليد جملاط. كونوا كتار، ورح نشارك معكم ب 15 ايار لانتخاب لائحه اللقاء الديمقراطي. اياد عبد الخالق، مونروفيا، ليبيريا. يسعد أوقاتكم. 19 أذار يوم الوفا لكبير الشهداء المعلم كمال جملاط. كلنا معكم بهالنهار العظيم، وأنتم من أهل الوفا. أكيد رح نكون كتار، لأنه
نحن أوفياء لتاريخنا ولمبادئنا ولحضرنا ومستقبلنا. وإذا صار انتخابات 15 أيار نحن مع القرار الوطني السيادي المستقل، مع لائحة اللقاء الديمقراطي مع تيمور جنبلاط ومع الزعيم وليد جنبلاط، كنا وبعدنا ونبقى أوفياء لتاريخنا تضحياتنا وشهدائنا، وإن شاء الله الأيام تثبت إنه نحن بعدنا بألف خير ويا جبل ما يهز لك ريح. لما بينزل جيش الشعبي على الأرض بتخلق ثوار، على الأرض بتخلق ثوار. مساء الخير، أنا معكم من فلوريدا، كنا نتمنى نكون معكم ب 19 أضرار للمشاركة بالمسيرة وفاء للمعلم الشهيد كمال جنبلاط ووفاء للخط الوطني والتوابة اللي بأجل استشهد كمال جنبلاط. من الجميع يشاركوا بهذه المسيرة ب 19 أضرار حتى نكون جميع المختارة سوف تبقى ولبنان سوف يبقى مواجها عربيا ولن يكون فارسيا. طلع عالأرزي بتشوف خريطة لبنانية، طلع بأرزات تشوف هوية اشتراكية.